وما الضير في ذلك، لا توجد عملية انتخابية في العالم نزيهة 100%. هناك طعون، ومن حق المعترض أن يلجأ إلى الطعون، والقانون رسم طريق الطعن وطريق الاعتراض، واللعبة الديمقراطية هي هكذا، هناك فائز وهناك خاسر، وهناك من يذهب إلى طريق الاعتراض. من لديه حق ومن لديه أدلة ومن لديه قرائن ممكن أن يرى اللجنة القضائية المشرف على الانتخابات، وهي من تقرر إذا كانت هذه الأدلة والقرائن تستوفي أن تكون سبيل للطعن، وممكن أن تكون لا. لحد هذه اللحظة الخاسر يصرح بالإعلام، لكن لم يعرض على الجمهور مثل ما يعرض على بلاسكارت أو يعرض على المفوضية أو يعرض على ما لديه من أدلة. اليوم لحد الآن صراع سياسي، والصراع السياسي باتجاه الضغط على المفوضية. كنت أتمنى أن يكون هناك يعني أدلة تظهر للجمهور عن طريقة أو آلية التزوير أو التلاعب بالنتائج. ولذلك أنا أقول اليوم هو مجرد كلام في كلام، لم تعلن نتائج نهائية. النتائج النهائية هي من ستحسم هذا الجدل الحاصل. هل ستذهب باتجاه تصديق ما تم إصداره من النتائج؟ ممكن نعم، قد يكون هناك تغيير مقعد أو مقعدين أو 7 أو 10، لكن هذا لا يطعن بالشرعية أو آلية الانتخابات ككل. قد يكون هناك أخطاء فنية، نعم أنا اليوم أتفق أن المفوضية وقعت بأخطاء فنية، لكن كآلية انتخاب كانت آلية شفافة ونزيهة. طيب لكن سمعت قبل قليل يعني ما تحدث به الدكتور الهلالي يقول حتى ممثلة الأمم المتحدة بلاسكارت أذهلت يعني من مثلا، وهذا الكلام نسمعه يعني على مدى أيام من قبل مثلا الإطار التنسيقي، أذهلت من والله كنت من أتمنى عمليات التزوير أن التي حصلت كشعب عراقي. كنت أتمنى أن نذهل كشعب عراقي وكمراقب اليوم بما تم عرضه من اعتراضات أو من أدلة على بلاسكارت.